بابه. فالأبد هو مع معرفة، يعني ما كدراسة طول. ولد 1875 وإجا على الشرق أول زيارة له 1898. وذكر السابق إحدى جولاته، الجولة الأولى اللي إجا فيها إجا على اسكندرية، ميناء اسكندرية. هو رسام معماري ورسوم باستيل ورسوم بالأقلام الرصاص والبحري اسكندرية. وطبعا احنا ما اخذنا قسم اللي خاص اللي راح فيه على الهند، لأن هو رجع بالهند ورسم الهند، اخذنا بس اللي منطقة الشرق الاوسط اللي موجود هون. بحيرة طبريا، يافا او جافا، ناصرة. طبعا وقت عم بقعد اعداد طويلة برسم مالي، بس وقت قلت نعدي مثلا بقعد يوم او يومين بالمدينة برسم باستيل اسرع، لان افلام الباستيل حتى برسم الطبيعة يعني بشكل كثير تأثيره هو حتى اللي حطوها بتأثير كثير بالنسبة لفان جوخ وبالنسبة لقبله لرومبرت، يعني هي من طبعا كله هلا حاليا بفلسطين. نحن الناصرة طبعا الزهور المشهورة فيها منطقة الناصرة فلسطين اللي كانوا يروحوا على الحج دائما ياخذوا معهم زهور او قسم من ما تسمى خشبة الصليب كان موجود برسم. وهو وصل على معلبك يوم قبل يوم براس السنة، فقضى راس السنة ببعلبك 1898 اول زيارة له. فبتشوف كيف الرسوم ببعلبك هون كله مجال بعلبك. وقعد فترة طويلة بأشور، بين أشور وبابل بالحرب. وطلع مع الطرق بالحرب العالمية الأولى الألمان، الفلول الألمان مع العثمانيين، آخر واحد طلع. هو رتب السفر الجالية الألمانية الموجودة بحرمان وطلع كلهم طلعوا صحيح. ورجع بعدين عمل عسكريته هو في ألمانيا سنة، ورجع لسوريا للعراق، وظل العراق حتى سنة 1929. وبعدها ما زار العراق إلا بسنة 1932 مرة تانية، وما عاد بنجيرة يمكن أو شيء شغلة يعني ما أكثر من نامين يعني. بحلب وين هو حتى ما حدي ما شيخ أبو بكر مدرسة فردوس كل تنقلاته كانوا بالعربية. المشهد حسين شيخ أبو بكر كان كل أراضي صناعية تربة حمراء كان موجودة هاي مقبرة الصالحين.